السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه هي احسن انواع عصافير في الوقت الحالي في الغلاء اللي احنا فيه ده ان انا اربيها؟ اربي انهي نوع من العصافير ويجيب لي يعني انتاج كويس جدا؟ وكلنا عارفين طبعا اسعار العصافير بقت عاملة ازاي. مفيش عصافير دلوقتي بقت رخيصة خالص، العصافير كلها بقت غالية، فدي حاجة كويسة بالنسبة للهواة، بالنسبة اللي بيربي واللي مصفاش واللي صامد ومش عايز ان هو يبيع العصافير بتاعته ويقول انها ازمة ان شاء الله وهتعدي، فدي حاجة كويسة جدا بالنسبة له. فايه احسن انواع العصافير اللي انت ممكن تربيها عندك في البلكونة وتجيب لك انتاج كويس؟ اقول لك رقم واحد دلوقتي في السوق وهو ملك السوق، الروز. الروز بكل انواعه. يعني عايزك لما تيجي تبدأ وانت لسه مبتدئ جديد وعايز تبدأ بتربية العصافير، تبدأ بعصافير الروز اللاتيني. الروز اللاتيني هتلاقي سعره لا هو منخفض قوي ولا هو عالي قوي. ليه؟ ده حاجة كويسة بالنسبة لك. ليه؟ لما تيجي تنزل انت تبيع بعد كده هتبيع بسعر كويس. يعني عصافير الروز اللاتيني دلوقتي وصل تمنها ل 600 و 650 جنيه جوز، اللي كان جوز كان ب 300 جنيه دلوقتي ب 600 و 650، وكمان بيطلع في العالي اكتر من كده كمان، لان العصافير بدأت ان هي تقل في السوق. طيب انا عايز ابدا في تربيه العصافير، بعمل ايه؟ اول حاجه بجهز عندي المكان، بجهز عندي البلكونه اللي انا عايز اربي فيها، بجيب قفص يكون مناسب. الروز بيحتاج قفص يكون وسط، لا هو كبير ولا هو صغير، وتنزل تجيب لك جوز او جوزين شبابات، ما يكونش كبير ما يكونش شغال، ولو جبت جوز كبير وشغال تجيبه من حد تكون واثق فيه. وقبل ما تشتريهم لازم تتاكد كويس جدا ان هم ذكر وانثى. ليه؟ لان صعب قوي عصافير الروز ان انت تقدر تميز بين الذكر والنتاية لو انت لسه هاوي جديد. عصافير الروز من اصعب انواع العصافير اللي انت تقدر تحدد فيها الذكر من النتاية، الا اذا كان واحد هاوي بقاله مدة وبقاله سنين يقدر على طول يفرق بينهم اول ما بيوصلهم بس كده. فانت اهم حاجة تتأكد ان الجزء اللي انت اشتريته ده ذكر وانتاية، وان هما شبابات مش كبار لسه ما اشتغلوش. هتجيبهم وتحطهم عندك في البيت، حطهم في القفص ويبداوا يكبروا عندك، ما تعلقلهمش العش، سيبهم لغايه ما يكبروا يبقى زي الفل، وما تقعدش كل شويه تحرك في القفص من مكان لمكان. تقدم لهم الاكل بتاعهم اللي هو البيليكان والفلارس، وطبعا دي اسعارها بقت عاليه قوي اليومين دول. بتبدا تدخل على الفيديوهات على اليوتيوب علشان خاطر تقدر تعرف ان هو الحاجه اللي اكلها العصافيري غير البيليكان والفلارس او تكون مساعده ليهم. هتلاقي فيديوهات كتير بتتكلم عن الموضوع دوت، اللي هو القمح المنقوع والذره المنقوعه والبيض المسلوق والحاجات دي كلها، تبدا انك انت تقدمها لعصافيرك علشان خاطر تتغذى وتبقى كويسه وتبقى يعني في نفس الوقت صحتها حلوه. اول ما العصفور يوصل سنه 10 شهور تبدا تعلق له البياضه، يعني ما تعلقش البياضه الا لما يوصل سنه 10 شهور. خلاص العصفور كبر وبلغ وبقى عنده العش، العش تحط فيه من جواه كارينا اللي هي سعف النخيل، او نشاره تكون وسط، لا هي خشنه ولا هي ناعمه. هتبص تلاقي على طول العصافير ان شاء الله هتشتغل عندك وهتبقى كويسه. واهم حاجة ان القفص بتاعك دايما يكون نظيف، حاطط في العصاية من جوه في القفص من جوه عصاية اسمها المجسم، بيقفوا عليها علشان يتكاثروا عليها، الذكر يلقح النتاية عليها بيقف على العصاية ديت، مهمة جدا. تمام، وهتبص تلاقي الانتاج عندك يبقى كويس جدا جدا باذن الله. الروز بيبيض من 5 ل 6 بيضات، وممكن يوصل كمان ل 7 بيضات على حسب تغذيتك ليهم وعلى حسب رزقك اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبهولك. بيرقد على البيض 24 يوم، وبعد 24 يوم يبدا البيض ان هو يفقس. بعد ما البيض يفقس على طول او قبل البيض ما يفقس ب5 ايام، بتكون انت حاطط لهم مطهر في الميه يطهر الامعاء والمعده بتاعه العصافير. خلاص، قبل الفأس ب5 ايام وبعد الفأس ب5 ايام، علشان خاطر ليه بقى؟ الزغاليل الصغيره ما تموتش، ما يتنقلش البكتيريا من الامهات من الاهالي للزغاليل الصغيره. وهتبص تلاقي بعد كده ان شاء الله الزغاليل بدأت تكبر والانتاج عندك بقى كويس. تاخد الزغاليل ديت ما تبيعهاش، لا سيبهم يكبروا عندك، واعمل بدل ما كان عندك قفص واحد يبقى عندك قفصين وثلاثه واربعه وعشره، وربنا يرزقك منهم.
العصافير مشروع ممتاز جدا جدا، حلو قوي قوي. لو انت جربته وعملته عندك في البلكونه، كل اللي هتعمله ان انت هتنزل تجيب جوز عصافير نظيف، يكون سعره اللي هو رخيص قوي ولا هو غالي قوي، قفص وسط، لا هو كبير ولا هو صغير، اسمه قفص الروز معروف، تمام. وتجهز لهم مكان في البلكونه، كل ده اللي انت هتعمله بس، وتاكلهم وتشربهم كل يوم وتهتم بيهم بالنظافه، وربنا يرزقك منهم ان شاء الله. بشكركم جدا، بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.